ألف مبروك للأهلاوية، تأهل للمباراة النهائية في كأس مصر، الأهلي وبيراميدز في النهائي. لكن الأحلى والأجمل والأطعم من التأهل للمباراة النهائية هو الأهلي امبارح. الأهلي امبارح اللي قدم الحقيقة كرة ممتعة، كرة كنا بنتكلم عليها وكنا مستنيينها وكنا شايفين إن فرقتنا قادرة تقدمها في مباراة رائعة قدام سموحة. كان كل لعيبة النادي الأهلي وقبلهم الحقيقة لازم نشيد بمستر كولر في يعني في مناسبة يستحق فيها الحقيقة إن احنا نهنيه، بما إنه مفيش حد بيهني ولا بيبارك يعني، وأنا ليا كلام في النقطة دي. لكن في الحقيقة امبارح يعني الأهلي كان أكتر من رائع، النجوم كلهم تألقوا، مش عايز أنسى حد. يمكن الجماهير فرحانة قوي بمحمود عبد المنعم كهربا، عودة بعد غياب بصراحة محدش كان مستني منه يبقى جاهز بالشكل ده. امبارح عامل أسيستين ولا أروع وهدفين ومسجل هدف، وباين انه يعني مش بعيد. انا عايز اقول لكهربا بس يعني، وانا كهربا من اللعيبه اللي براهن عليهم بشكل كبير جدا، انا مش عايز ماتش امبارح ولا الاشاده الكبيره ولا حاله الاحتفال من جماهير النادي الاهلي بكهربا تنسيك انك انت عندك شغل كتير، ولسه كهربا اللي احنا عارفينه واللي مستنيينه منه اكتر بكتير جدا من اللي ظهر في مباراه امبارح. هاني يا جماعه، هاني قصه وحكايه وروايه ما شاء الله. هاني بيستعيد مستواه وبيقدم هاني اللي احنا عارفينه ومستنيينه وشفناه قبل كده. انا في وجهه نظري الشخصيه هاني هو النجم الاهلي الاول في مباراه امبارح. طبعا كهربا بلقطتين او الثلاث لقطات اللي ظهر فيهم احرز وسجل وعمل هدفين، واحد لحمدي فتحي وواحد لعبد القادر، هو طبعا نجم المشهد. لكن الحقيقه انا لازم ادي هاني حقه، هاني اللي تحمل ضغوط كبيره جدا واللي حولها الحقيقه لدوافع كبيرة جدا ظهرت بشكل كبير جدا في تطور مستواه، مش في ماتش سموحة الحقيقة. هاني بقى له أكتر من مباراة نادي الأهلي كيرفو ما شاء الله طالع وعالي، وتحدي كبير جدا لخالد عبد الفتاح، وتحدي أكبر من بعده لأكرم توفيق بعد عودته. لكن الثلاث أسماء يطمنوك على المركز ده في الملعب. حسين الشحات، الأسيست بتاع حسين الشحات الثالث هو أجمل أسيست وأجمل لقطة الأهلي في المباراة. وخليني اقول للشحات اللي يعمل الاسيست ده يعمل معجزات، اللي يستقبل ويرقص ويصلح بالشكل ده نستنى منه في كل مباراه كتير قوي. لعيب كبير يا جماعه ما فيش شك، لكن الاهم من ده يا حسين انه ان شاء الله باذن الله تحافظ على الفورمه دي ونشوف كل مباراه للنادي الاهلي دور مهم وكبير زي اللي قدمته في مباراه امبارح، واحد من اهم وابرز اللعيبه. ربيعه متولي، انا الشناوي ممكن اقوله بس الشناوي لم يختبر يعني، حتى ضربه الجزاء وانا ليا واقفه مع ضربه الجزاء اللي اتحسبت لانها كانت ممكن تبقى مشكله كبيره. هو سؤال لحكام مصر، حكام مصر الحاليين وحكام مصر السابقين، خبراء ومحللين في الاستوديوهات التحليليه، يعني المعيار ايه؟ يعني المعيار ايه؟ ممكن نبتدي بالقصه دي في حلقه النهارده، وتعالوا نشوف ركله الجزاء اللي اتحسبت لسموحه امبارح اللي كانت ممكن تكون مشكله كبيره جدا 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 لو كانت نتيجه المباراه 1-0. ركله الجزاء اللي اتحسبت على رامي ربيعه في نهايه المباراه، اختراق من حسام حسن من ناحيه الشمال، تاكلينج من رامي ربيعه، هل دي اتحسبت ضربه جزاء؟ وممكن يكون قانون الكره او قانون التحكيم بيقول انه ده اعاقه في منطقه الجزاء تستوكب ركله الجزاء. نشوف هنا بقى من الزاويه دي، هل فعلا رامي ربيعه التاكلينج بتاعه تدخل فيه على حسام حسن؟ وهل الكره دي تستدعي انها تتحسب ركله جزاء ضد النادي الاهلي؟ تاكلينج رامي ما حصلش فيه اي احتكاك او سبب فيه اي اعاقه، بالعكس حسام حسن هو اللي رمى نفسه فوق جسم رامي ربيعه والحكم صفر وحسبها ضربه جزاء. انا هتفق وهقول انه ماشي، الكره اللي احنا شفناها دي واللي انتوا شفتوها بالذات لقطه الاعاده من الكاميرا اللي ورا الجول تتحسب ضربه جزاء. طب تعالوا بقى نشوف دي، الكره اللي حصلت في نفس المكان لكن في ماتش الاهلي وسيراميكا، علي معلول اختراقه وتدخل المدافع عليه. ممكن نعيد الكره دي بالتصوير البطيء، دي الاعاده اهي. هنا علي سبق بالكره ولعب سيراميكا ما لمس الكره، ما وصلش للكره، اللي وصل للكره الاول علي معلول بسرعته. هل هنا تقدر تقول ان في تداخل كتف في كتف؟ مفيش كتف في كتف، الركبه في فخده علي معلول وبالتالي حصلت اعاقه. مع سرعه اللاعب بيبقى اتزانه او قدرته على الحفاظ على اتزانه ضعيفه جدا، التدخل ده ما يعتبرش اعاقه، اوضح بكتير جدا من لعبه حسام حسن ورامي ربيعه.
الأهم بالنسبة لي إن دي ما اتحسبتش ضربة جزاء وانتهت المباراة بالتعادل، تدخل واضح وصريح وإعاقة واضحة وصريحة ولاعب سيراميكا من لمس الكورة. هو بس هنا السؤال، المعيار إيه؟ إيه اللي يتحسب وإيه اللي ما يتحسبش؟ عايزين نوحد المعايير، لأنه طبعًا طبعًا لو ماتش إمبارح كانت النتيجة 1-0 ودي اتحسبت ضربة جزاء كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة جدًا. الأهم من ده واللي عايز أقوله الحقيقة ما بعد المباراة، الحقيقة يمكن في حالة استغراب، أنا بالنسبة لي مش مستغرب، لكن في حالة استغراب كبير جدًا على السوشيال ميديا على طريقة التعامل مع الأهلي وهو فايق، سواء كفريق أو كنجوم يعني أو أسماء أو كجهاز فني. والسيناريو ده يمكن مش بس بيحصل مع مستر كولر، ده حصل وكان بمنتهى الوضوح والفجاجة أيام مستر بيتسو موسيماني، اللي مهما حقق من ألقاب وإنجازات مع النادي الأهلي كان بيتهاجم وكان بيتقطع شرايينه في الاستوديوهات التحليلية، ويمكن ده كان واحد من أهم الأسباب اللي أدت إنه الراجل حس إنه مش قادر يكمل في المناخ ده، وبالتالي وفي وقت من الأوقات للأسف شديد جدا الاستوديوهات دي أو الأصوات دي أو الآراء دي كانت بتساهم في إنها تشعل غضب جماهير النادي الاهلي، وبالتالي كان واحد من اسباب تفكير مستر بيتسو موسيماني في عدم قدرته على الاستمرار في العمل في مصر. لكن نفس الامر الحقيقه بيتكرر بشكل او باخر مع مستر كولر واحنا في بدايه المشوار، وخليك فاكر عزيزي الاهلاوي نحن بنتكلم على مدير فني مستمر في سلسله اللا هزيمه، الاهلي ما خسرش ولا مباراه في مختلف المسابقات والمنافسات تحت قياده مستر كولر. أسوأ نتائجه كانت التعادل في 3 مباريات. ورغم كده الحقيقة ورغم أنه في كتير من الناس اللي بتشيد بكتير أو 4 مباريات بتشيد بكتير من مش عايز أقول أسماء، أنا هنا بحترم جدا جدا شاشة النادي الأهلي، اسم النادي الأهلي، كيان النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي. مش ممكن أكون بشتغل في قناة النادي الأهلي وأفرض مساحات امبارح شفت مقدمة عن كهربا وصلت ل7 دقايق في قناة أحد الأندية اللي بتنافسنا. لكن فكرة الكلب ميكالين برضو بقت الحقيقة شيء مستفز جدا، وأعتقد أنه يعني بقى شديد الوضوح لكل الناس أنك أنت تقعد تشيد بمدير فني طول النهار وتعمل منه بروفيسور وتعمل منه أستاذ وتعمل منه ماستر، لكن وقت الخسائر وقت الأزمات محدش بيتكلم، محدش بيجيب سيرة أنه خسر سوبر مصري سعودي أو خسر سوبر مصري أو خرج من بطولة الكاس، بقى شيء مريب الحقيقة. لما تجيب واقعة زي واقعة أحمد عبد القادر اللي هي آيس إن ماي فينز، احتفاله بالهدف أو التلج في عروقي، ولاقي تاني يوم استوديوهات تحليليه بتتكلم على حاله استنكار ونتيجه جهل طبعا وعدم فهم، وناس بتجيب مداخلات تليفونيه مع مسؤولين في لجان مكافحه المخدرات، وناس بتتكلم على ازاي نجم كوره في النادي الاهلي يعمل احتفال بالشكل ده، لكن لما نادي او رئيس نادي يطلع يتهم لاعبته جهارا نهارا بتعاطي المخدرات، وانه اللعيبه دي تطلع تعتذر واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي بتعتذر عن ايه، ومحدش يفتح بقه ومحدش بيتكلم، ده يوضح لك قوي الناس بتتكلم ازاي وبتفكر ازاي وبتتعامل ازاي مع النادي الاهلي. عندي نقطه مهمه جدا قبل ما اروح لمباراه القمه، وهي طبعا واحد من اهم مكاسب من امبارح رساله الاطمئنان اللي بعتتها لعيبه الاهلي وجهازه الفني لجماهير النادي الاهلي قبل 3 ايام من مواجهه الاهلي من مواجهه الزمالك في الدوري، وهي طبعا مباراه هنفرد لها مساحه كبيره جدا في حلقه النهارده. الاهلي النهارده بيرجع يتمرن مره ثانيه، خليني بس اعدي معاكم على اهم اخبارنا النهارده. طبعا النهارده الفريق رجع يتمرن، كانت تمرينه صباحيه تحت قياده مستر كولر، وخليني اطمنكم على جاهزيه عدد من اسماء طبعا كهربا وارد جدا انه يكون بيشارك بما ان احنا شفناه ظهر في مباراه سموحه امبارح في الكاس، ليه كمان ان هو يشارك في الدوري. اللي دخل طاهر محمد طاهر قريب جدا، اللي دخل بيرسي تاو قريب جدا، والاثنين حسب حالتهم الفنيه يعني في النهايه هم بدنيا جاهزين ولائقين للمشاركه في المباراه، مستواهم الفني يسمح لهم او ما يسمح لهمش دي هتبقى قصه مستر كولر. اللي بعاد عن تمرينته النهارده واللي فضل الجهاز الفني ان هو يستبعدهم عن تمرينته النهارده 5 اسماء: حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، عمرو السوليه، واعتقد كمان احنا بنتكلم على طبعا ظهور كريستو امبارح نقطه مهمه جدا، صحيح ما خدش وقت كبير، صحيح ما يعني ما
ما اظهرش قدراته بشكل كامل، لكن الحقيقه حتى اللمسات البسيطه او الاوقات البسيطه اللي ظهر فيها في الملعب بتقول انه لعيب كويس. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا وراهن انا على كريستو، واحده من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون مكسب كبير للجبهه اليمنى، واحد من اهم الاجنحه المميزه في الكره التونسيه، واتمنى ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. حتى اللحظه بمناسبه مباراه القمه، خليني اقول لكم انه اتحاد الكره المصري بيخاطب 4 اتحادات اوروبيه عشان يطلب منهم طاقم تحكيم اجنبي لمباراه الاهلي والزمالك في مباراه ان شاء الله اللي هتتلعب يوم السبت، واللي اتاجلت طبعا للي عارفين او اللي مش عارفين، مباراه اتاجلت من الساعه 7 عشان تقام الساعه 8:30 ان شاء الله مساء السبت المقبل. مباراه مهمه جدا وتفرق بشكل كبير جدا على كل النواحي، رقميا تبعدك بشكل كبير جدا عن الزمالك، الفارق 5 نقاط يوصل باذن الله ل8 نقاط في حاله فوز النادي الاهلي، تديك اريحيه كبيره جدا قبل ما تروح كاس العالم، وتتصدر جزء بقى من الضغط والتوتر بعد اخفاقات الزمالك المستمره، الزمالك كمنافس يعني ليك في البطوله. اكيد طبعا لازم تحسب وتعد وتشوف حساباتك كارقام معاها ايه، وبالتالي هتاثر بشكل كبير جدا وتزيد من حاله المعاناه وحاله الارتباك الكبيره جدا عند الزمالك في الفتره اللي جايه. في اكتر من اسم طبعا، كلاتنبرج بيتولى الموضوع بشكل مباشر من 4 دول اوروبيه مختلفه، وفي مقدمه الاسماء دي المرشح طبعا سايمون مارشينياك البولندي اللي ادار نهائي كاس العالم، واللي حكم قبل كده مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري الاخيره واللي فاز فيها الاهلي 3-0، وزي ما قلت لكم موعد المباراه اتاجل من الساعه 7 للساعه 8:30 مساء. خليني اقول لكم كمان انه المسؤولين في اتحاد الكره، الاتحاد الدولي لكره القدم، اعلنوا ان هم اكتشفوا حال الاتحاد الدولي لكره اليد، اعلنوا ان هم اكتشفوا للاسف الشديد حاله ايجابيه للاصابه بكورونا داخل صفوف المنتخب المصري الاول للرجال، واللي بيشارك في بطوله العالم في النسخه 28 اللي تقام حاليا في السويد وبولندا، وبتستمر حتى يوم 29 يناير اللي جاي. الاتحاد الدولي اكد من خلال بيان نشره على الموقع الرسمي ان واحد من لاعبي المنتخب المصري ظهرت عينته ايجابيه، بالاضافه لايجابيه واحد كمان من العينات الخاصه بالمنتخب البلجيكي، من غير ما يكشفوا عن اسماء اللاعبين المصابين، وده من ضمن طبعا عدد 1086 مسحه من مساحات كورونا اللي تم اجراءها. في نفس الوقت الاتحاد الدولي اكد ان اللاعبين المصابين مش هيشاركوا في مباريات البطوله المتبقيه الا في حاله يعني اجراء مسحه تانية ليهم وثبات انه المسحه الجديده نتيجتها كانت سلبيه. منتخب مصر الحقيقه بيقدم عروض اكثر من رائعه، وتاهل للدور الرئيسي بعد ما حقق العلامه الكامله في الدور الاول، فاز على كرواتيا في البدايه ثم المغرب ثم امريكا، اكتساحه كلها سكورات كبيره جدا، وباذن الله ان شاء الله يكون المنتخب موفق في البطوله ان شاء الله، املنا كبيره جدا في منتخب المصري لكره اليد. طيب اروح معاكم لزياره مهمه جدا النهارده في النادي الاهلي في الجزيره، وفد من الفيفا ووفد من الاتحاد الافريقي زي ما حضراتكم شايفين توجهوا النهارده لمقر النادي الاهلي، كان في استقبالهم سيد طبعا خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، دكتور محمد سراج كان معاهم، اعتقد كمان في المقابله دي حضر كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره. الهدف من الزياره كان مناقشه مجموعه من الملفات يمكن هيكون اهمها الطرح اللي بيطرحه الفيفا والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بمسابقات السوبر ليج، وعدد اخر طبعا من الملفات تم مناقشته داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره. طب النهارده عندنا كلام عن الكره العالميه، عندنا بالتاكيد ملف الاهلي والزمالك، ديربي القاهره يوم السبت اللي جاي. بس قبل ما ندخل بقى في او نستكمل حلقتنا مع حضراتكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه في السادسه. طيب نروح مع حضراتكم لفقرة كل يوم 4 أخبار محترفينا
في الخارج ايه الاسبوع ده. تعالوا ناخد فقره الجي بي اس ونتعرف على مشاركات المحترفين المصريين في مختلف الدوريات الاجنبيه، والبدايه في انجلترا مع النجم المصري طبعا محمد صلاح نجم ليفربول الذي يعاني كما يعاني فريقه. صلاح يمكن لعب امبارح في مباراه الكاس قدام وولفرهامبتون بس كان عدد او دقائق مشاركته كانت قليله جدا، فهنا الحقيقه الارقام دي مرتبطه بمواجهه فريقه الاخيره امام برايتون، المباراه اللي شارك فيها وانتهت بخساره ليفربول بنتيجه 3-0 في الدوري. صلاح شارك لمده 90 دقيقه، كان ليه محاوله وحيده على المرمى، لمس الكره 38 مره، خسرها 15 مره، تمريرات 20 بنسبه نجاح او دقه 80%، الكي باسز واحده فقط على مدار 90 دقيقه، وتقييمه في المباراه 6.6 درجه، وليفربول حاليا في المركز تراجع المركز التاسع برصيد 28 نقطه. سام مورسي لسه في انجلترا، ومع سام مورسي لاعب ابسويتش تاون واللي شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي انتهت بالتعادل بنتيجه 1-1 امام بلايموث. مدة مشاركة سام مورسي كانت 89 دقيقة، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكرة 52 مرة وخسرها 14 مرة، تمريراته 36 بنسبة دقة 75%، والتمريرات المفتاحية 2 وتقييمه في المباراة 7 درجات. إبسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 51 نقطة في الليج 1 طبعا مش في البريمير ليج. نروح لفرنسا والمحترف المصري الوحيد مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي. مصطفى محمد بيواصل مشواره في الدوري الفرنسي وشارك مع فريقه في مباراته الأخيرة اللي حقق فيها الفوز على مونبلييه بنتيجة 3-0 مدة المشاركة 30 دقيقة، أحرز هدف واحد من الثلاث أهداف اللي أحرزتهم فرقته، وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، لمس الكرة 11 مرة، خسرها ثلاث مرات، ليه خمس تمريرات بنسبة دقة 80%، وتقييمه في المباراة دي كان 7.2 درجة، ونونت حاليا بيحتل المركز 13 برصيد 21 نقطة. من فرنسا هنروح لتركيا، والبداية مع تريزيجول لاعب ترابزون سبور طبعا التركي. محمود حسن تريزيجيه شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بفوز فرقته على باشاك شهير بنتيجة 1-0، شارك لمدة 90 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، لمس الكرة 37 مرة، خسرها 12 مرة، 22 تمريرة هي عدد تمريراته بنسبة نجاح أو دقة 64%، التمريرات المفتاحية واحدة، إنقاذ الفرص مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة كان 6.9 درجة، وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز السادس برصيد 32 نقطة. ومعلومة على الماشي، تريزيجيه مكمل في تركيا مع ترابزون سبور. السعودية يبقى جدة والاتحاد العميد يبقى طارق حامد النجم المتألق في الدوري السعودي اللي شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على الباطن بنتيجة 2-1، مدة مشاركة طارق كانت 90 دقيقة، لمس الكرة 135 مرة وخسرها 8 مرات، محاولاته على المرمى 2، تمريراته 126 تمريرة بنسبة دقة 96%، وده تطور كبير جدا لطارق حامد الحقيقة في الدوري السعودي، التحاماته الأرضية 2 كسبهم بنسبة 100%، ارتكاب الأخطاء مرة وحيدة فقط لا غير، وده تطور كبير جدا أيضا على طارق حامد، تقييمه في المباراة 7.2 درجة، وتم اختياره في تشكيلة الجولة للدوري السعودي. طارق حامد متألق مع اتحاد جدة. نجم اتحاد جدة الآخر الحقيقة نجم المنتخب المصري أحمد حجازي واللي شارك أيضا في مباراته الأخيرة وطبعا انتهت نتيجتها بالفوز على الباطن بنتيجة 2-1، مدة مشاركة حجازي كانت 90 دقيقة، حاول على المرمى أو محاولاته على المرمى 2، تمريراته الطولية 10 بنسبة دقة 93%، واحدة من أهم مميزات الحقيقة أحمد حجازي في بدء الهجمة وصناعة اللعب، تمريراته إجمالا 67 تمريرة، إنقاذ الفرص 3 فرص، التحاماته الهوائية 3، نجح في الثلاث محاولات بنسبة نجاح 100%، وتقييمه في المباراة 6.8 درجة، واحد برضه من النجوم المتألقين في الدوري السعودي
في الفترات الاخيره. كل التوفيق لمحترفينا. احمد حمدي يمكن ما بيلعبش او الدوري متوقف في الوقت الحالي فما عندناش اخبار عنه. خلينا نروح لفقره الكونفرنس او الفيديو كونفرنس النهارده. معانا الحقيقه واحد من المدربين او المديرين الفنيين اصحاب السي في الرائع، والحقيقه ليه تجارب كبيره جدا مع فرق ومع انديه ومع منتخبات وفي عدد كبير من القارات. الحقيقه كان مدير فني سابق طبعا لفريق ريال مدريد، تولى تدريب ايضا فيا ريال الاسباني، تولى تدريب منتخب كندا، بالاضافه لاكثر من تجربه ليه في القاره الافريقيه. بنيتو فلورو هو ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وشكرا على وقتك وعلى مشاركتك معانا في السادسه. سعيد للغاية بتواجدي معكم، وأنا سعيد طالما أتحدث عن كرة القدم وعن أشياء جميلة في كرة القدم وعن المدربين وعن اللاعبين، والتحدث عن كرة القدم هو أمر جيد بالنسبة لي. خليني أبدأ معك بالكلاسيكو اللي الحقيقة يمكن عشاء الكرة الأسبانية، عشاء الليجا تحديداً، ساعدوا بشكل كبير جدا، مش بفكره فوز برشلونه او تغلبه على ريال مدريد، لكن استعاده الكلاسيكو في حد ذاته كمنافسه بين الغريمين التقليديين لقوته لروعته لمتعته بعد سنين تراجع فيها بشكل كبير. ازاي شفت الكلاسيكو؟ ازاي شفت تفوق تشابي على انشيلوتي؟ وازاي شفت الفوز والنتيجه العريضه اللي حققها البارسا على ريال مدريد؟ bueno. هناك آراء عديدة حول هذا الأمر. أعتقد أن ريال مدريد لم يظهر بالشكل المعتاد، وبرشلونة كان لديه الفرصة لكي يفوز على ريال مدريد، وهذه المباراة بين الفريقين، هذا يكسب مباراة والآخر يكسب مباراة أخرى، وأعتقد أن برشلونة استحق الفوز عن جدارة. يعني البعض بيرى أنه تشابي استعاد النسخة الأروع والنسخة الأقوى من برشلونة. هل بتشوف في ظل تألقه طبعا في الكلاسيكو وفي ظل صدارته للدوري الأسباني أنه برشلونة عادت من جديد؟ بطبيعة الحال برشلونة مع تشافي لم يكن لديه السيطرة الكبيرة المستمرة. نتحدث عن استمرارية الأداء. ريال مدريد كان عليه أن يقوم بعمل كبير على مدار العام، وأعتقد أن ما حدث هو أمر طبيعي لأنك تتحدث عن فريقين كبيرين، ومن حين لآخر الفريق يهيمن والآخر يتراجع. هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن وأعتقد أن ما حدث هو أمر طبيعي، أعتقد أن هذا لا يخفي أن ريال مدريد كان متفوقا على برشلونة على مدار الموسم الماضي. يمكن كثير من الجماهير أو المنتمين يعني لفريق ريال مدريد بترى أنه إدارة النادي أخفقت، وأنه كارلو أنشيلوتي لا يتحمل وحده نتيجة تراجع المستوى والنتائج، وأنه إدارة ريال مدريد لم تبرم صفقات تستطيع أنها تضع الريال في المقدمة في وقت تم العودة من جديد وفتح ملف عودة أو استقدام الموهبة الفرنسية كيليان إمبابي. تتفق مع نفس وجهة النظر؟ وهل بترى أن إمبابي قد يكون قريب من البرنابيو؟ عن إمبابي أعتقد بالطبع الجميع يعلم طبيعة هذا اللاعب، هو لاعب استثنائي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويمتلك سرعة كبيرة، وريال مدريد يحتاج للاعب بهذه الإمكانيات وهذه المواصفات، وأنا لست متفاجئا من هذا الأمر من تجدد المفاوضات. أما عن الإدارة فهذا أمر يخص الرئيس، ولكني أعتقد أن أي فريق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة
يستطيع أن يدعم صفوفه في أي وقت من الموسم، وأعتقد أن ريال مدريد قادر على استخدام لاعب استثنائي مثل مبابي. هل ده معناه أنه مع وجود صفقات قد يستمر كارلو أنشيلوتي في مهام منصبه، ولا مرحلة أنشيلوتي قاربت على الانتهاء ولابد من إيجاد مدير فني جديد؟ لا أعتقد هذا. أنشيلوتي قدم بطولات كبيرة مع ريال مدريد، وهو مدرب مثقف وإيجابي للغاية، ويمتلك هوية ريال مدريد، وجدد من دماء ريال مدريد والمنافسة على الألقاب، وكان أداء الريال أداء إيجابي للغاية في الفترة الأخيرة، وكان الفريق يقدم كرة قوية، ولكني أعتقد أن مع تجديد الفريق ودماء الفريق أعتقد أنه قد يستعيد هويته مرة أخرى. حقيقة الأمر أننا كمدريديين نمتلك الرغبة الكبيرة في تقديم الأداء الرائع في كل وقت، ولكني أعتقد أن ريال مدريد سيبقي على أنشيلوتي لأنه قدم مواسم رائعة حتى في الموسم الحالي أو سواء المواسم السابقة. هو رجل مثقف كرويا ورجل إيجابي، وأعتقد أنه سيستمر مع الريال. طيب خليني أروح لبرشلونة، والحقيقة يمكن بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وإن كان ده يمكن ظهر مع المنتخب الأسباني قبل كده، لكن ظهر يمكن بشكل أوضح وأكبر في الكلاسيكو الأخير، الكلام على موهبتين جافي وبيدري، اللي يمكن كتير من الناس بدأت تشبههم بإنيستا وتشابي في فترة من الفترات، وبيقولوا إن هم مستقبل الكرة الأسبانية. متفق؟ هل بتشوف إن هم فعلا امتداد حقيقي لنجمين كبار زي تشابي وإنيستا، اللي كانوا سبب يمكن رئيسي في تحقيق إسبانيا حتى لبطولة كأس العالم في النسخة الوحيدة اللي حققها الماتادور الأسباني؟ هذا يحدث دائما، عندما يظهر لاعبين صغار يمتلكون لديهم القدرة الكبيرة على الاستحواذ والحفاظ على الكرة وبما يقدمونه في داخل الملعب، هذا بالطبع واضح لكل للجميع أن هذين اللاعبين يمتلكان إمكانيات كبيرة ولديهم مستقبل كبير، ولكن أعتقد أن في المونديال لم يستطيع أن يظهر إمكانياتهما بشكل كبير كحال المنتخب بشكل عام، ولكني أعتقد أنهما لاعبان كبيران يمتلكان إمكانيات كبيرة في لمساتهم للكرة والاستحواذ على الكرة، وأعتقد أنهم يمتلكان مستقبل رائع. يعني فهمت من كلامك ضمنيا كده أنك يمكن شايف أنه المنتخب الإسباني ما ظهرش في نسخة الأخيرة لكأس العالم بالشكل اللي يتناسب مع قيمته أو أسماء النجوم اللي بيضمهم. هل أنت متفق على نهاية مرحلة أو على رحيل لويس إنريكي من قيادة المنتخب الإسباني، ورأيك في المدير الفني الجديد؟ لويس إنريكي كان معي عندما كان لاعبا في ريال مدريد، لاعب يمتلك عقلية كبيرة وهو لاعب مقاتل ويمتلك العقلية القتالية، لقد استطاع أن يكون فريق جيد بالنسبة لي. أعتقد أن مسألة أن يجب أن يكون هناك توافق لعدد من الأمور والعناصر، لقد ركز على هوية المنتخب وكيفية الاستمرار في الاستحواذ على الكرة واللمسات العديدة للكرة، الأمر سار بشكل جيد في مباراة كوستاريكا، سار بشكل رائع من حيث الأداء والأهداف الغزيرة، والجميع توقع أن يظهر المنتخب بصورة قوية والفوز بالمونديال، ولكن كما حدث في نسخ سابقة من البطولة المنتخبات المنافسة استطاعت أن تتفطن لهذا الأمر وتحفظ طريقة المنتخب. الأمر سار بشكل جيد في مباراة كوستاريكا،
في وجهة نظري الأمور سارت بشكل جيد معنا في هذه المباراة، ولكن في بقية مباريات المونديال أعتقد أن المنافسين استطاعوا أن يحفظوا طريقة المنتخب. أعتقد أن الفريق لم يقدم الأداء الطيب في المباريات التالية ولم يظهر بنفس الأداء في المباراة الافتتاحية، وأعتقد أن نتيجة ما حصل من خروج هو كان الاستغناء عن لويس أنا إنريكي. عارف أنه في فترة من فترات مشوارك يعني كنت بتشتغل في المغرب وتوليت مسؤولية تدريب فريق الوداد، إزاي تابعت المباراة المغرب وإسبانيا وإزاي شفت تطور الكرة المغربية اللي قدرت أنها توصل للدور قبل النهائي وخرجت على إيد طبعا منتخب فرنسا حامل لقب النسخة قبل الأخيرة؟ نعم، لقد كنت هناك مع الوداد، وداد كازابلانكا، ولاحظت أنهم يمتلكون لاعبين ممتازين صغار، لاعبين صغار، ولكن في المونديال وصلت اللحظة المناسبة وعلقت مع أصدقائي. بالطبع لم أعلن عن هذه التعليقات، أن الفريق الذي استحق أكثر أن يكون صح أن يفوز بالمونديال هو المغرب. المغرب قدم بطولة رائعة في قطر لأنه كان يمتلك مدرب قوي، مدرب رائع، والقوام وقوام الفريق أيضا، وكان يقدم كرة قدم جميلة. هي كرة قدم كلاسيكية ولكنها في بعض الأحيان كرة حديثة، وكنت أرغب في أن أرى المغرب يتوج بلقب المونديال. طيب هسيب مونديال المنتخبات وأروح لمونديال الأندية، يمكن بعد أيام قليلة بتفصلنا عن نسخة جديدة من نسخ كأس العالم للأندية اللي هيشارك فيها طبعا فريق ريال مدريد، واللي منتظر أنه في بداية مشواره يقابل واحد من ثلاث فرق، أوكلاند سيتي أو الأهلي المصري أو سياتل ساوندرز الأمريكي. من وجهة نظرك مين صاحب الفرص الأكبر من الثلاث فرق دول للوصول للمربع الذهبي أو الدور قبل النهائي ومواجهة ريال مدريد؟ بالنسبة لي ريال مدريد فريق قوي ويدخل أي بطولة لكي ينافس عليها، وأعتقد أن la pregunta ha sido porque quién de los tres equipos podría estar al frente de Real Madrid en las semifinales, el Ahly o Seattle. طيب السؤال بس، انا عارف طبعا ان ريال مدريد هو اقوى الفرق اللي بتشارك في البطوله وهو المرشح الاول لتحقيق اللقب، لكن في الادوار التمهيديه الاهلي هيواجه اوكلاند سيتي والفائز منهم هيواجه السياتل ساوندرز الامريكي عشان يتاهل فريق واحد من الثلاثه اللي مواجهه الريال. من وجهه نظرك كمدير فني يعني مين الفريق الاقوى او الفريق صاحب الحظوظ الاكبر في الوصول لمواجهه ريال مدريد؟ ليفربول استا؟ نو ال Klopp es un entrenador como debe de ser. Me encanta. Muy bueno. Muy bueno. Me recuerda a mi etapa de cuando yo era أتذكر joven. فترتي عندما كنت. Cómo maneja el equipo, cómo no, cómo le apoya. Mister, cómo... la pregunta ha yo sido. Yo creo que cualquier equipo que tenga a Klopp tendrá Hola. La posibilidad de ganar lo que esté disputando. Hola. Hola, mister, ¿me escucha? Señor Benito Floro. طيب يعني يبدو انه في مشكله في التواصل، كان يهمني جدا اساله في الجزئيه دي لانه الراجل الحقيقه عنده خبره، تولى بالفعل مسؤوليه تدريب ريال مدريد، تولى مسؤوليه تدريب الوداد المغربي، فملم بالتاكيد بالكره الكره الاوروبيه والكره الافريقيه، وجهه نظره في الفرص، وجهه نظره في قدره فرق زي
الهلال والوداد، على الرغم ان هم طبعا هيقعوا في مواجهه بعض قبل ما يواجه الفايز منهم فريق فلامينجو البرازيلي في الدور قبل النهائي، لكن هي قصه انه المونديال اللي فات مونديال المنتخبات كسر كتير من الحاجات اللي كنا متعودين عليها كقاعده اساسيه، انه مفيش فريق كبير ممكن يتأهل. كسرت ده بس حتى في فوزها قدام فرنسا، الكاميرون، قدام البرازيل، اليابان، قدام المانيا وغيرهم وغيرهم من المنتخبات. قدروا السعوديه قدام الارجنتين، حامل نسخه لقب النسخه الاخيره من كاس العالم. وكان يهمني اسمع كمان وجهه نظره في فكره هل الهلال والوداد والاهلي قادرين على ان هم يقفوا قدام فلامينجو والريال. طبعا هي صعبه ولكنها في النهايه ليست مستحيله. على كل الاحوال هنتابع في الايام طبعا لكاس العالم، بس نخلص الاول مباراه القمه ومن بعدها البنك الاهلي وفاصل ونرجع لحضراتكم. قبل ما ابدا الفقره دي وادخل في التفاصيل لازم اقول لكم انه قبل بدايه الحلقه النهارده دخلت في تحدي مع فريق الاعداد، هقول فريق الاعداد قبل الهوا على طول، عشان ضربتين في الراس توجع. الكلام على مين؟ على تشيلسي الانجليزي. حقيقه انا بشوف انه عمل صفقتين مش من العيار التقيل. تشيلسي حاليا احنا النهارده في نص شهر يناير، تمام، انا بقول لكم اهو على الهوا والحلقه دي للتاريخ، تشيلسي في الفتره اللي جايه هيتقدم تقدم رائع، واشوف انه الصفقتين اللي عملهم دول من حيث الكواليتي يعملوا فرق مع اي فريق في العالم كله. كلام طبعا على جواو فيليكس اللي انضم على سبيل الاعاره، والكلام تانية على صفقه تانية يمكن تكون بالنسبه لناس كتير جدا صفقه مجهوله، او يمكن تكونوا ما سمعتوش الاسم او ما تعرفوش الاسم ده، احفظوا الاسم ده كويس قوي، ميكايلو بيتروفيتش مودريك. ده هيكون واحد من اهم نجوم الكره الاوروبيه في السنوات اللي جايه. هنتكلم على الميركاتو، هنتكلم على احتماليه انتقال امبابي من بي اس جي لريال مدريد، والكلام كتر خصوصا بعد الخساره المذله والمهينه في الكلاسيكو من برشلونه بنتيجه 3-0. وهنتكلم على طبعا الاهلي والزمالك، وهنتكلم على بطوله دوري الابطال واخبار منافسين الاهلي في البطوله في الاسبوع الاخير ده. بس بدايه طبعا نشكر ضيوفنا واللي بيشرفونا وينورونا النهارده في السادسه، دكتور محمد جمال وبلال محسن محللي الكره العالميه، ضيوفنا النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بلال، منور الدنيا. دكتور محمد جمال منور الدنيا، مساء الفل، اهلا وسهلا بك. انتوا متفقين معايا على موضوع الصفقتين دول الاول ولا ليكم وجهه نظر مختلفه؟ طبعا يعني جواو فيليكس طبعا كان عامل اداء كبير جدا مع منتخب البرتغال في كاس العالم، وقدر تشيلسي ان هو يقنع اتلتيكو مدريد ان هي تخلى عنه. طبعا لعيب مهم جدا لاتلتيكو مدريد، ولكن حظه طبعا السيء ان هو حصل على كارت احمر في اول مباراه ليه مع تشيلسي، وكمان احتماليه ايقافه لمده 3 مباريات، فيعني يمكن حظهم وحش فيه شويه. انما مدرك طبعا موهبه شابه ليها مستقبل كبير جدا. فكرني بتشافتشينكو كده، اوكراني اوكراني وشختره وبتاعه وهيعمل شغل، بس هو لعيب كويس قوي. يا دكتور محمد، لا انا مشكلتي مش في الصفقتين طبعا، كواليتي ممتازه لما اتعاقد مع مدرك، خاصه ان كان في صراع مع ارسنال جو فيليكس طبعا، لكن عندي مشكله طبعا برضه في صفقه جو فيليكس. انت جايب لعيب عندك وفضلت تتفاوض كتير جدا، وفي النهايه جبته فقط ببند اعاره بدون ان يحتوي العقد على نيه الشراء لتشيلسي، فده بالنسبه لي اعاره غريبه جدا انه يتواجد في تشيلسي بدون بند شراء. افرض تالق، هيبقى الاحتفاظ بيه صعب جدا جدا، وهيحط نفسه في مزايدات بعد كده لو تالق جو فيليكس. دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني فيما يخص الاداره الفنيه، جرام بوتر يبدو انه لا يحكم السيطره على فرقه تشيلسي ابدا. فرقه تشيلسي بتعاني من الغيابات، عندها بعض المشاكل، عندهم بعض المشاكل فيما يخص الكواليتي في الخط الامامي تحديدا، لكن في النهايه الكواليتي اللي موجوده يطلع منها افضل من كده بكتير. فده ايكوال دايما، لما يكون عندك كواليتي ما بتطلعش المردود المنتظر لفرقه تشيلسي يبقى في مشكله فنيه. جرام بوتر احد اكبر المتضررين من الحرب الروسيه الاوكرانيه تشيلسي. طبعا طبعا يعني الحرب دي جت عليه الامور فيها مشاكل كتير اداريه، فيها مشاكل كتير فنيه. الفلسفه اللي كان بيشتغل بيها جرام بوتر مع برايتن مختلفه تماما عن تشيلسي. تشيلسي عايز يلعب على الاستحواذ، عايز ينافس على البريمير ليج، الامور متراجعه بشده. الامور الفنيه يبدو ان هي فيها مشاكل كتير مع جرام بوتر. يبقى السؤال الاهم من التعاقدات، هل يكمل جرام بوتر الموسم مع تشيلسي؟ طب لو كمل هل هو المشروع ده اللي بيبني عليه تشيلسي؟ ده سؤال اهم ومهم جدا. انا هاجي للميركاتو وهاجي للدوري الانجليزي كمان بالتفاصيل، وهاجي اعدي معاكم بسرعه على الكلاسيكو طبعا اللي حسسنا بكلاسيكو رونالدو وميسي. يعني بقى لنا سنين بنتفرج على برشلونه والريال مش حاسين ان هو ده كلاسيكو، لكن بتهيألي الكلاسيكو او النسخه الاخيره رجعت لنا الاحساس ده مره ثانيه. بس خليني ابدا بالملف المحلي معاكم، وعايز ابتدي بماتش امبارح، تاهل الاهلي لنهائي الكاس
في لمواجهه بيراميدز. طبعا تفوق على الزمالك في مباراه غريبه وعجيبه، لكن عايز اعرف شفتوا الاهلي ازاي، واهم نقاط القوه اللي ظهرت على كره الاهلي امبارح في مواجهه سموحه. بلال، يعني في البدايه طبعا مباراه الاهلي وسموحه امبارح كانت مباراه مفصليه شويه في طريق تحقيق اللقب الكاس ان شاء الله، فمباراه خروج المغلوب دايما بتبقى الفرص ايكوال 50-50. كل فريق عنده حظوظ ان هو 90 دقيقه تقدر، او حتى لو امتدت المباراه الاشواط الاضافيه يقدر بعدها يروح للمباراه النهائيه. النادي الاهلي دخل المباراه، يمكن هنتكلم عن الرباعي الامامي، رباعي يمكن ما لعبش مع بعض كتير، عوده كهربا بعد فتره كبيره جدا راهن عليه المدير الفني، وكهربا كافئه طبعا بالاداء الكبير. كمان كان بيلعب محمد فخري اللاعب الصاعد، كان بيبدا المباراه يعني يمكن اول مره يبدا اساسي مع حسين الشحات واحمد عبد القادر. الرباعي ده كان الناس يعني مستنيه تشوف المردود او اللعب الجماعي ما بينهم وبين بعض هيبقى شكله عامل ازاي. النادي الاهلي احسن التعامل مع المباراه وضغط مبكرا جدا وقدر ان هو يحرز هدف مبكر طبعا عن طريق، احنا لو شفنا الثلاث اهداف اللي النادي الاهلي احرزهم هنشوف دور كهربا والتحرك بقى بدون كره المهاجم الوهمي. كهربا امبارح عمل الدور ده كويس جدا، يمكن شفناه وهو بيتحرك في ظهر مدافع سموحه في كره الهدف الاول وقدر يقطع ويضم لجوه واستفاد من خطا الهاني سليمان احمد عبد القادر واحرز الهدف الاول. الهدف الثاني كهربا قام بدور المهاجم برده، عمل محطه واستلم الكوره وظهره للديفنس واستنى اللي جاي من الخلف حمدي فتحي وحطها حلو قوي، وكافئه بقى حسين الشحات بلعبه جماعيه برده، حسين راوغ اكتر من لاعب من سموحه وحطها له زي ما بيقولوا على طبق من ذهب. كهربا احسن استغلال واستقبال الهديه وانهى الكوره في المرمى بشكل رائع. فالنادي الاهلي امبارح تعامل مع المباراه منذ البدايه بلغه الحسم، انا هنزل مش هدي فرصه زي المباريات السابقه ان المنافس يدخل معايا في الجيم. استفاد من الاخطاء الفرديه للهاني سليمان اللي انشغل قبل المباراه زي ما شفنا بالسوشيال ميديا واستفزاز جمهور النادي الاهلي، واوعى تلعب مع جمهور النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. يعني يمكن امبارح الجمهور عمل ضغط كبير جدا اهو، يعني يمكن الاهداف بتتعرض امامنا. الهاني سليمان واضح عليه طبعا حاله عدم التركيز، لانه هو زي ما قلت لحضرتك انشغل بالخارج الكوره، شغل نفسه بالجمهور والتفاعل والسوشيال ميديا، فكان العقاب فوري طبعا من العقاب الفني طبعا من لاعبي وفريق النادي الاهلي في المباراه، وانهى اللقاء بعد كمان يمكن شفنا كمان التغيير المبكر اللي اجراه طارق العشري باخراج الهاني سليمان. أيوة. وده طبعا يعني بيقول ان دايما تركيز اللاعب يبقى في الملعب فقط، منصب على الملعب وعلى الفريق وما يشغلش باله طبعا باي حاجه. زي ما قلت حضرتك تحرك كهربا في كره الهدف الاول قدر يحط المدافعين في ظهره ويقطع لقلب الملعب. يمكن بص حضرتك هتشوف كمان في كره الهدف الثاني كهربا بيستلم، هو عمل دور المحطه وقدر يحطها لحمدي فتحي اللي جاي من الخلف، استفاد برده من خطا الهاني سليمان واحرز الهدف الثاني اللي نسبيا يعني قضى على امال كهربا. مفاجاه بالنسبه لك يا دكتور محمد امبارح؟ طيب دايما اي لاعب في الدنيا بقى له فتره غايبه عن المباريات ايا كان السبب، موقوف، مصاب، راجع من اصابه طويله، او مجمد لانه المدير الفني مش مقتنع بيه، الفترات الطويله بتحتاج بعض الحاجات. رقم واحد الجاهزيه البدنيه، اتنين الجاهزيه الطبيه، ثلاثه وده مهم جدا جدا الموهبه، والموهبه لا تهدر، الموهبه ما بتروحش عند لعيب الكوره. اربعه وده اللي كان الرهان او الريسك في دخول كهربا، وهي الحساسيه. اللعيب بقاله سبع شهور او اكتر، اخر مباراه لعبها يوم 22/5 مع فريقها تاي سبور، مع فريق جينر سبور في الدوري التركي. وبالمناسبه في المباراه دي هو عمل نفس اللي عمله امبارح، سجل هدف وعمل اثنين اسيست، وكان بيلعب معاه في الفرقه اللاعب المغربي ايوب الكعبي بالمناسبه، يعني نفس اللي عمله امبارح، ودي كانت اخر مباراه لكهربا قبل ما يتعرض لفتره الايقاف. يعني كانه ما لا يعني مغبش. كانه لم بالظبط كانه ما غابش. اللي عوض حته حساسيه المباراه الرغبه اللي عند كهربا، الرغبه اللي عند كهربا، نازل مركز، نازل بيشتغل، وده اللي اتكلم معاه كابتن سالم عبد الحفيظ واتكلم معاه الجهاز بالكامل. أيوة. انه ركز في الملعب. أيوة. مالكش دعوه باي حاجه ثانيه، وده اللي مالكش دعوه باي ملفات ثانيه، يعني في عقليه ثانيه مع كم الضغوط الشديده جدا والكلام اللي بيتقال عليه، وهيلعب هيتجمد هيتعاقب مش هيتعاقب، اوقات كتير جدا الحاجات دي بتاثر عليك نفسيا ومعنويا، فتفقدك الدوافع وتخليك حتى زهقان من فكره انك بتلعب كره بس في التمرين. لكن واضح جدا انه كهربا ما كانش عامل مع الموضوع بالعقليه دي او بالمنطق ده. والحاله اللي كان عليها كهربا قبل ما ننسى بقى ونبعد عن يعني نسيب قصه كهربا، انه تحسب لمارسيل كولر تجهيز اللاعب والجاهزيه البدنيه والفنيه اللي كان عليها كهربا امبارح، تحسب لمارسيل كولر، التهيئه النفسيه كمان لكهربا. احنا كنا بنتكلم على كولر انه مدير فني كويس جدا، لكن مش بس فنيا، هو قادر يتعامل مع اللعيبه اللي موجوده على البنش، قادر يتعامل مع اللعيبه اللي ما بتلعبش، وعمليه التهيئه وده كمله في المؤتمر الصحفي امبارح لما اتكلم على كوكا ورفض خليل وقال انه
ممكن يكونوا هم متضايقين شويه ان هم ما بيلعبوش وخارجين متضايقين ان هم ما بيلعبوش، لكن انتوا لعيبه كويسين، لعيبه صغيره بروميسنج جايين، والفرصه هتجيلكوا هتجيلكوا. ده التعامل النفسي بتاع مارسيل كولر، مش بس ان هو قادر يتعامل فنيا، ده غير الحاجات الكتير الايجابيه اللي عملها قبل اصابه كريم فؤاد، البروفايل اللي خلقه لكريم فؤاد. كريم فؤاد ما كانش بيلعب جناح، كريم فؤاد تالق وتوهج بس لعب مع كابتن سامي قمصان. يعني كابتن سامي قمصان في الفتره المرحله الانتقاليه بين بيتسو موسيماني وسواريش كان كابتن سامي وجود كريم، وجود كريم كجناح خط لان هو في الاساس ظهير، دي بتحصل وحصلت قبل كده مع كابتن سامي في الفتره اللي هي ما بين سواريش وما بين بيتسو موسيماني. لكن ان هو الراجل بيشتغل والفعاليه على المرمى والدخول داخل ال18 كتير، وان هو بيحاول طول الوقت ان هو يبقى فيش، ده مارسيل كولر. ده البروفايل اللي خلقه للاعيب اللي في الاساس هو لعيب ظهير. لعب جناح بالمناسبه، وهو في نجوم السابق لعب جناح ولعب في امبي كظهير ايسر، لعب في اكتر من بوزيشن. لكن في النهايه انا خلقت بروفايل مش بس لكريم، انا بقول كريم على سبيل المثال وليس الحصر. ففي النهايه لما اجي اتكلم ان مدير فني قدر انه يدخل اللعيب بتاعه محمود عبد المنعم كهربا بهذه الجاهزيه، تحسب للاعب انه مركز وبيسمع الكلام، ودي كانت مشكله عند كهربا بفترات كتير، وتحسب للمدير الفني على التهيئه ودخوله المباراه بالشكل ده. اخدكم واروح لماتش الزمالك، اهلي زمالك يوم السبت اللي جاي. ومقدمه قبل ما اتكلم على كوره، قبل ما اتكلم على تشكيل وطريقه، وقبل ما اتكلم على 90 دقيقه في الملعب، عايز اتكلم على المقدمات شويه. الاهلي دخل المباراه دي بافضليه معنويه كبيره جدا. اخر مواجهاته بين الاهلي والزمالك كان سوبر، والاهلي قدر يتفوق ويكسب ويقدم عرض في منتهى القوه. الاهلي النهارده بيتاهل للنهائي كاس مصر في الوقت اللي بيخرج فيه الزمالك قدام بيراميدز. تراجع مستوى فرقه الزمالك وكلام كتير على مستر فيريرا في السنوات الاخيره، في الايام الاخيره، وخصوصا مع اعتزاز العروض والنتائج. فازاي بتشوفوا تاثير ده على مباراة يوم السبت؟ يعني يمكن لو خدت من كلام حضرتك يا استاذ احمد على المشاكل اللي موجوده في فريق نادي الزمالك، مشاكل يمكن ليها علاقه بالملعب، ومشاكل كمان ليها علاقه بخارج الملعب. يعني يمكن شفنا مشاكل ليها علاقه بموضوع المنشطات والكلام اللي حصل، ودار وكله من داخل نادي الزمالك اثر بالتالي على فريق نادي الزمالك ومردوده، مع المشاكل الفنيه اللي موجوده عند المدير الفني. ولكن انا عايز اقول ان مباريات القمه ما بتخضعش لمقاييس المباريات العاديه. يعني مباريات القمه دايما او في غالبا كمان الفريق اللي ممكن تكون انت مش مراهن عليه او مستواه متراجع ممكن يكسب، هو 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 يكون هو الطرف الفائز بالمباراه. ويمكن شفنا اشهر مثال مباراه 6-1 اللي قدر النادي الاهلي يفوز فيها 6-1 على الزمالك. كان الزمالك داخل المباراه بحاله، يعني هو اللي كان بيقول ان هم اللي هيفوزوا على النادي الاهلي بسكور، ولكن الايه انقلبت تماما في ارض الملعب. علشان كده انا عايز اقول ان الفوز بمباراه الزمالك ان شاء الله يوم السبت والابتعاد بالصداره وتوسيع الفارق هيبدا من احترام الخصم. انا ماليش علاقه بمشاكل نادي الزمالك تماما، انا ليا علاقه ان انا داخل مباراه قمه. نادي الزمالك بيمتلك وبيتحصل على لاعبين بيلعبوا في مستويات كبيره. لا مش المبالغه في احترام الخصم، ولكن انت بتتكلم على فرقه في 2023 ما كسبتش ولا ماتش. تمام، يعني لعبت 4 ماتشات ما فيش اي فوز فيهم، فبالتالي بالتاكيد ده لازم يتترجم، ولازم انت تضغط او تحاول لازم استغل بالظبط، استغل بقى انا استغل الحاله دي على ارض الملعب. ولكن انا العلاقه في اوضه اللبس تبدو مش في افضل احوالها، تغيير في الجهاز الفني، عندنا وجهين جداد في حسين ياسر محمدي، في كابتن اسماعيل، في حاله ارتباك من الافضل ان انا بقى يبقى عايز استغلها لمصلحتي بالظبط. انا كنادي اهلي المفروض انا استغل حاله الفرقه او حاله عدم لم الشمل اللي موجوده في نادي الزمالك، زائد المشاكل الفنيه اللي اكيد مستر كولر درس فريق الزمالك كويس جدا في المباريات الاخيره، وشاف نقاط الضعف اللي واضحه للجميع. وان شاء الله انا واثق ان مستر كولر هيعمل سيناريو مفاجئ لفيريرا في المباراه دي، وهنقدر زي مباراه سموحه ان احنا ان شاء الله نبادر بالتسجيل بدري. ولكن انا بتكلم عن لاعبي النادي الاهلي، يجب احترام الخصم على ارض الملعب، لازم ابقى انا داخل التركيز. اه بالظبط، اكيد طبعا لعيبه الاهلي او فرقه الاهلي اي منافس، مش بس الزمالك، اي منافس حتى لو فريق اخر الجدول اكيد طبعا لازم تحترم بالظبط. فالنادي الاهلي دايما زي ما حضرتك قلت داخل المباراه بتفوق تاريخي. كل مباريات القمه تقريبا احنا النادي الاهلي عنده سجل كبير جدا من الفوز. اخر مواجهه جمعت الفريقين في بطوله السوبر النادي الاهلي كان هو الفائز. انا داخل المباراه وانا متصدر الدوري، داخل بغرض توسيع الفريق، فكل دي عوامل ايجابيه في مصلحه النادي الاهلي. كمان فنيا النادي الاهلي بيمر بانتعاشه زي ما حضرتك قلت، التاهل لنهائي الكاس، العرض الرائع اللي قدمه النادي الاهلي امام سموحه بالامس، الاضافات النوعيه اللي دخلت على اسكواد النادي الاهلي زي مروان عطيه وزي خالد وزي كريستو اللي دفع بيهم المدير الفني امبارح واداهم كل واحد جزء من المباراه لتجهيزهم والاستفاده بيهم في مباراه الزمالك. بمناسبه الاضافات، قبل ما اسمع رايك يا دكتور محمد في
في الاهلي والزمالك، شفت ازاي الظهور الاول لمروان يعني خالد طبعا ما خدش، وكريستو يمكن ما خدش وقت، لكن اجمالا ظهور اول ليهم شفت كورتهم ازاي وازاي ممكن يكونوا اضافه، التحديات اللي بتواجههم لانه الثلاثه بيلعبوا على اسماء كتيره، سواء مروان في خط النص، خالد عبد الفتاح في وجود هاني ومع عوده اكرم، وكريستو طبعا كجناح يمين. طيب قبل ما نتكلم علشان الناس ما تاخدش انه ده تقييم، مفيش لعيب كوره بيقيم قبل 7-8 مباريات. انا بقول لك انطباعك يعني، فالانطباع الاول هبتدي بكريستو. محمد رضاوي كريستو لعيب من ضمن اسبابه معايير النادي الاهلي انتقاه في البوزيشن ده، رغم ان عندك لعيبه في نفس المعدل العمري في نفس البوزيشن، لعيبه موجوده في الفرقه، الشخصيه الراجل هناك بيلعب في دوري تونسي، دوري كامل العدد، المدرجات ممتلئه، بعض المباريات كان فيها يعني شيء من المناوشات كده وضغوط على اللاعب نفسه، ولعب مباريات كبيره مع النجم الساحلي امام الترجي، امام الصفاقس، امام ملعب تونسي، مباريات جماهيريه كبيره جدا، الراجل متواجد، رجليه في الملعب بيسجل وبيعمل اسيست، فكانت الشخصيه ده واضح تماما امبارح من اول 5 دقائق، الراجل لعب 20 دقيقه امبارح، ال 20 دقيقه اللي لعبهم عمل فيهم كورتين مؤثرين جدا، رقم واحد ان الراجل واضح تماما ان عنده السرعات بتاعه الترانزيشن وبتاع نقل الهجمه، وان عنده القدره انه يعمل البروجريشن يحط كره تحت رجله ويقطع 30 و40 متر ما عندوش مشكله نهائي، ودي كانت مشكله كبيره عند النادي الاهلي قبل كده، وكانت ميزه عند بعض الفرق ان عندهم البروفايل ده، ان مهما انا مضغوط ومهما انا لسه بطلع بالكوره وفي الكاونترز، ما هو في الطبيعي ان اي فرقه لعبها حتى لو فرقه بتلعب بالدفاع وتشتغل كاونتر هتروح بكوره باثنين بثلاثه، ازاي استغل ده واسحب فرقتي لفوق في اقل عدد من الثواني واقل عدد من التمريرات، ما كانش عندي البروفايل ده. كريستو بيعمل ده، كريستو بيعمل ده، وعمله امبارح في كورتين، واحده منهم كان فيها فاول واضح جدا في وسط الملعب والحكم ما حسبوش. فاللعيب عنده القدره دي كقدره فنيه، الشخصيه والجرأه، ما بيخافش، بيروح للعيب وبيعدي واحد واثنين وما عندوش ازمه، ده امتى وبيلعب قدام جمهور النادي الاهلي، تيشرت النادي الاهلي، مباراه في سيمي فاينل كاس، اول ظهور نازل في الدقيقه 72 مش خايف، مركز، قفل ودنه تماما وبيشتغل، وهنا دول حاجتين يبانوا لك من الانطباع لما نيجي نتكلم على محمد رضاوي كريستو. مروان والتدعيم بتاع مروان كان تدعيم حساس جدا في توقيت الاهلي محتاجه جدا جدا جدا، لانه الاهلي مش قصه انه الاهلي عنده ازمه في البوزيشن ده، لا، هي الازمه في انه البوزيشن ده تحديدا معدلات الاصابات، معدلات الايقافات في لعيبه وسط الملعب 6 و8 كتير جدا في اي فرقه في العالم، فطبيعي يكون عندك 4 لعيبه على الاقل، هم انت بتلعب في 2 بوزيشن، 4 لعيبه على الاقل عندهم القدره ان هم يتواجدوا بشكل كبير وبشكل مستمر خلال المعترك اللي انت داخله، انت لسه داخل على كاس العالم انديه، بطولات افريقيا، تلاحم مباريات، انت في الدوري بتلعب كل 3 مباريات كل 3 ايام. ففي النهايه المعدل الاخير الاهلي لعبه في الران الاخير ده 2 مباراة كل 7 ايام، فبنتكلم كل 3 ايام بتلعب مباراه. ففي النهايه انت كنت محتاج مروان عطيه، شخصيه واضحه جدا عند مروان، نزل مش خايف، قادر بيعمل الترنات. مروان عنده كمان ميزه كنا بنتكلم حتى قبل المباراه، ان دي من مميزات مروان، لو خد مروان بيعمل الكروس باس، الباص الطولي القطري الدياجونال بيعمله بشكل ممتاز، بيروح ناجح لانه لازم يوصل للعيب اللي انت عامل له الباص ده، بيحتاج 3 حاجات، رقم 1 كنترولك على الكره يكون كويس، 2 يكون عندك الفيجن، دماغك مرفوعه شايف الملعب كويس، 3 يكون عندك دقه التمرير الطولي اللي تقدر تقطع بيه مسافات وتكسر بيه خطوط من خلال تمريره واحده. ده مروان. خالد طبعا ما خدش وقت طويل، لكن خالد برضو تدعيمه بعد اصابه اكرم وكريم كان لازم يبقى عندك تعاقد مع لعيب بالبروفايل بتاع خالد. طيب خليني اقول لكم، يمكن كنت بتكلم فقط الاخبار النهارده عن خمس غيابات النهارده، يعني في 5 اسماء ما حضروش تمرينه النهارده، عندنا في خط الدفاع ياسر ابراهيم، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا حمدي فتحي طبعا مع السولية، وطبعا في متولي عشان قصه الانذارات، فبالتالي 5 اسماء كانوا بيلعبوا بشكل اساسي في الفتره الاخيره، سيناريوهات وجودهم من عدمه في مباراه القمه غير واضحه. هل شايفين انه على مستوى البدايل الاهلي ممكن يكون او مستر كولر هيعاني في فكره ايجاد اسماء بديله، ولا عليه انه يلجا لفكره التباديل والتوفيق وتغيير المراكز؟ بلال، هو هيلجا مضطرا لفكره التباديل والتوفيق زي ما حضرتك قلت، لان انا عندي رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 في نفس المركز غايبين، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، دول 3 في نفس المركز، يعني انا لو عندي غياب في مركز وبيعوضوا لاعب تاني كانت ممكن المشكله تبقى ان انا لعبت باللاعب رقم 2، ولكن احنا بنسبه كبيره هنشوف لاعب هيشارك في مركز مش في مركزه، خاصة في مركز قلب الدفاع. بس برضه أوضح نقطة إنه عبد المنعم موقفه مش واضح، قد يكون جاهز قبل المباراة وقد
يعني لا يلحق بيها الله اعلم، بس ان شاء الله نتمنى، لانه عبد المنعم مع ربيع امبارح، اعتقد ربيع امبارح قدم مباراه ام بي ال 25 دقيقه قدم مباراه جيده جدا. فبالتالي ربيعه ما يطمنك ويامن لك واحد من المكانين كباتن النادي، وعنده خبرات كبيره جدا رامي ربيعه، طبعا يقدر يتحمل المسؤوليه في مباراه زي ديت. لو مش عبد المنعم، لو مش عبد المنعم بفكر مارسيل كولر، هيبقى رامي ربيعه ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ظهير ايمن. ده فكر مارسيل كولر اللي اتوقع ان هو يبدا بيه في حاله تاكد غياب محمد عبد المنعم ومحمود متولي. متفق مع السيناريو ده دكتور محمد؟ متفق جدا مع اللي قاله بلال، لكن عندي مش عندي بقى حته صغيره. انا اثنيت جدا على مارسيل كولر، لكن مباراه زي مباراه امبارح وانا عندي لعيب ايا كان، حتى لو عنده عروض، حتى لو في مفاوضات، لعيب زي محمد مغربي موجود، هو موجود المدافع الاساسي للمنتخب الاولمبي، ادى بشكل جيد الموسم الماضي خلال الفتره القصيره اللي خرج بيها، اللي خرج فيها بره مصر. في النهايه لازم شارك كاس عالم انديه كمان، ولعب كاس عالم انديه مع موسيماني، لعب معانا كاس عالم في وقت اللي كان الاهلي غايب عنده 12 لعيب. مزبوط. ففي النهايه ولعب جيم حلو، كان واحد قدم مباراه جيده طبعا، كاول مباراه ليه امام النادي الاهلي وفي ايفنت زي كاس عالم انديه. صحيح. فكان مهم جدا ان يتواجد محمد مغربي، مش بس علشان مباراه امبارح، كان ممكن ما لجالوش، لكن عشان لما اتحط في موقف زي ده، ما انا عندي مدافع خامس في الفرقه، ايه الازمه انه يتواجد على البنش حتى لو قناعات المدير الفني بيه مش كبيره، وده حق المدير الفني تماما. تمام. هو حقه يقتنع بمين ويرتب لعيبته زي ما هو عاوز، لكن في النهايه كان مهم جدا يتواجد امبارح على البنش عشان موقف زي اللي احنا موجودين فيه. ان شاء الله الرحمن محمد عبد المنعم هيلحق باذن الله. لكن متفق جدا مع بلال في الطرح بانه لو محمد عبد المنعم ما لعبش، طبعا هيروح لمحمد هاني، اتجرب ولعب كتير جدا في البوزيشن ده كرايت سنتر باك، هيلعب على اليمين وهيلعب رامي ربيعه على الشمال ويلعب خالد عبد الفتاح. لكن هنا انت بتتكلم الازمه بقى تبقى فين، مش بس كده. الازمه انك هتبقى داخل المباراه ما عندكش سنتر باك لا اساسي ولا بديل، فانت هتضطر تلعب هاني، فما عندكش حد على البنش اجباري. اتنين، ما عندكش ظهير ايمن بديل، لانك حطيت الاثنين في الملعب، واحد سنتر باك وواحد رايت باك. ايوه. فهنا انا لازم اشوف محمد مغربي، اذا ما كانش الراجل عنده الثقه الكبيره ان محمد مغربي يبقى متواجد في التشكيل الاساسي، لازم اشوفه موجود على البنش في المباراه دي. اذا لم واحده من الاوراق اللي قد يلجا ليها في مليون في المية. حسب مليون في المية طبعا. فان شاء الله الرحمن محمد يكون موجود والامور تبقى هاديه. بس جزئيه الباك اليمين، عايز يعني على نفس المثال اللي انت كنت بتديه بتاع كريم فؤاد انه مركزه الاساسي باك يمين وتحول لجناح، الشحات بدايته كانت باك يمين وبعد كده تحول لجناح برضه، فممكن جدا انه الشحات يلعب في الحته، ولعبها على فكره حتى مع الاهلي، لعب في اكتر من مباراه كمان فرديه فنيه. ممكن دماغ كولر ما اظنش انه يروح يرجع حسين، لان كان عنده الاوبشن ده في مباريات كتير وما عملوش. لا، بيلجا لخيارات اخرى. فانا متفق جدا مع الجزئيه اللي قالها بلال انه السنتر باك لا، هو هيروح لو محمد عبد المنعم ان شاء الله هيكون جاهز، لكن بالفرضيه ان الراجل ما اكتملتش الجاهزيه الطبيه بنسبه 100% قبل مباراه السبت، محمد هنا ولا يلعب جنب رامي ربيع. السوليه وحمدي فتحي في نص الملعب صداع، اكيد صداع طبعا. وان شاء الله باذن الله السوليه ان شاء الله يكون جاهز. حمدي يعني الدنيا بسيطه، ما هياش حاجه صعبه جدا، لكن في النهايه برضو ممكن يكون جاهز او ممكن ما يكونش جاهز. هنا نلجا لفكره، عندي ثلاث اوراق، عندي فخري اللي قدم حقيقه مباراه كويسه جدا امبارح، عندي مروان عطيه، عندي اليو ديانج. في الملعب مين الاقرب من وجهه نظرك بلال؟ يعني طبعا زي ما حضرتك قلت الثنائي حمدي فتحي وعمرو السوليه، ثنائيه طبعا بتدي تقل في الملعب طبعًا لاي طبعًا فريق. طبعا عمرو السوليه كمان الفتره الاخيره حظه وحش جدا بعد ما تالق في مباراه بيراميدز وبعدها مباراه انبي، كان عامل يعني مستوى وعمر طول عمره كل ما تالق بالظبط حظه وحش، بيجي له اصابه في وقت يعني هو والله. وحمدي كمان فارق جدا، حمدي بيرجع بسرعه كبيره جدا. حمدي كمان لسه راجع من اصابه واتصاب على طول، بس ان شاء الله حمدي هيلحق يعني، وان شاء الله كمان نتمنى ان عمرو السوليه حتى لو مش هيبدا يكون موجود، ورقه مهمه جدا في حاله طبعا يعني عدم لحاقهم بالمباراه. اعتقد ان برضو احنا بنتكلم عن الفكر اللي احنا بنقدر نقراه من قرايه مستر مارسيل كولر للقاء وللعيبته، تقييمه للعيبته. اعتقد ان هو هيبدا باليو ديانج طبعا لا غنى عنه في وسط الملعب، وهيدي فرصه لمروان عطيه. وقتها هيبقى في مشكله، يعني هي مش مشكله، هيبقى بس التخوف من ان انت بتحط عنصرين جداد لاول مره بيشاركوا، خالد عبد الفتاح في الظهير الايمن ومروان في وسط الملعب. ان شاء الله يقدروا يكونوا قدروا امبارح ياخدوا الدافع. الجمهور امبارح على فكره بالمناسبه، الجمهور امبارح شجع الاثنين كويس جدا قبل المباراه، قبل انطلاق المباراه حمسهم، دخلهم في الاجواء. كمان كولر لما اشرك مروان بدري شويه، مروان قدر ان هو احنا شفناه بيعمل نقلات في نص الملعب، بينزل يستلم، كمان لما قفشه نزل قدر ان هو يعمل ثنائيه مميزه مع قفشه وديانج. فلا، مروان اعتقد ان هو لو دخل اساسي في المباراه هيقدم مباراه كبيره. وكمان خالد عبد الفتاح في نص الملعب هيبقى الثنائي في حاله عدم وجود السوليه وحمدي، اعتقد ان كولر هيروح لديانج ومروان. طيب السؤال اللي ممكن، وخليني احط دايما يعني هي حته كده لازم تتقال،
يعني انا مبسوط امبارح جدا بكره الاهلي، سيبك من النتيجه، الجيم اللي لعبه النادي الاهلي امبارح جيم حلو، جيم ما شفتوش بقالي فتره طويله. والقصه ملهاش علاقه، او تقييمي ورايي ملوش علاقه بان احنا كسبنا 3-1، القصه ليها علاقه بالانتشار والاستحواذ وتغيير المراكز والتحرك بدون كوره والتسليم والتسلم، كوره الاهلي كما اتمنى ان انا اشوفها دايما. لكن هتكلم على ثلاثي خط الهجوم يا دكتور محمد، هحط اعتبار انه جزء كبير جدا من العرض اللي احنا شفناه او من النتيجه اللي احنا وصلنا لها امبارح تسبب فيها عدم توفيق الهاني سليمان. يعني الهاني سليمان لو كان في حالته امبارح، او كان في اي جول كيبر تاني كان جول كيبر في حالته امبارح، ممكن جدا ما كانش السيناريو ده حصل. صح ولا غلط؟ ممكن يعني ممكن. يا حاله التالق اللي شفنا فيها الثلاثي الهجومي عبد القادر بتسجيل واسيست، وحسين بقى اسيست عالمي عالمي، انا شايف انه اجمل اسيست، اجمل من الثلاث اهداف الاسيست بتاع الشحات، بتاع السلام والتوقيف والترقيص والترقيص وتغيير اتجاه والباس والتريحه، جول ما يجيب او اسيست ما يعملوش غير لعيب كبير يعني. لكن في النهايه سؤالي على الثلاثي ده، الشحات عبد القادر كهربا، تراهن عليه في ماتش الزمالك، ماتش ليه معطيات مختلفه، ليه حساسيه مختلفه، ولا هنا افكر في وجود اسماء تانية خصوصا مع عوده طاهر، وجوده في السور على الاقل مع وجود بيرسيتاو، الاثنين عندهم خبرات الديربي، خبرات ماتشات اهلي وزمالك، ولا ابدا ولا دخل حد مثلا زي كريستو ممكن يكون مفاجاه مباراه، شايف ازاي ثلاثي الهجوم؟ طيب واحد، انا لازم اثني جدا 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 على الجبهه اليمنى في النادي الاهلي، محمد هاني وحسين الشحات. محمد هاني ناله من الانتقاد ما ناله طبعا من الجماهير، صحيح مستحمل. فواجب على اي حد بيتابع مباريات النادي الاهلي الاخيره دون ترصد لاي حاجه انه يحيي محمد هاني، ست مباريات ولا افضل. انا اخترته في اول حلقه، قلت انا من وجهه نظري يعني كهربا واخد الشو السكسي كله، بس انا قلت امبارح محمد هاني احسن لاعب في الفريق. انا عايزهم واحنا بنتكلم يجهزوا لنا بس الجول الاولاني والثاني، او اشرح لك التحرك احنا بنتحرك ازاي، ومارسيل كولر حاول يعوض طيب الازمه الهجوميه. عايز تدي هاني ونأجل سؤال لا 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 زي ما احنا مكملين، وهم يشرحوا براحتهم وهم يجهزوا براحتهم. الجول الاول والثاني في ماتش امبارح ونمشيهم على البطيء يعني. ده الجول الاولاني. بص وقف هنا، وقف هنا قبل بس ما تروح، ارجع تاني. النادي الاهلي امبارح كان بيعمل حاجه في الكوره اسمها الدبل ويف، ثلاث لعيبه قدامهم، ثلاث لعيبه في اي مشهد من المشاهد الاهلي بيهاجم فيها مؤخرا مع مارسيل كولر، من خمس لست لاعبين على الاقل موجودين في الثلث الاخير لملعب المنافس. مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، حصلت في مباراه بيراميدز ومباراه ام. بص تاني، بص وقف هنا بقى، بص محمد هاني دايما بيحط الباس وينزل ويروح يعمل السبورت في ظهر الكوره. أيوة. فتح سبرنت ولا لعب الكوره الكهرباء وخد سبرنت، ما استناش بقى يشوف الكوره واللعيبه هيرجع له ولا مش هيرجع له، فيبقى في جاب ومسافه ما بينه وما بين الراجل اللي معاه. بص هنا هو سابق الجناح، سابق الجناح الشحات. هناك على اليمين سابق الشحات عشان يروح يكمل ورا كورته اللي حطها، عشان لو كهرباء فكر انه يقف على الكوره ويرجع يسند لتحت تاني يلاقي حد يعمل له السبورت. ده كله شغل فني، اتنين التزام وتركيز من اللعيب اللي بيعمله. فانا لازم ادي كريدت كبير جدا للحاله الهجوميه اللي بقى عليها النادي الاهلي، ست لاعبين في كل الويفز اللي الاهلي بيعملها في كل المباراه، مباراه بيراميدز، مباراه انبي، انت ممكن تجيلك مباراه زي مباراه المصري اللي توفق زي الشوط الثاني، ضيعت ثلاث اربع كرات محققه، وده اللي الراجل شويه مستأمنه. أيوة. انك بتجيلك كرات سهله وما بتسجلهاش. أيوة. عشان كده محتاج مهاجم، واتكلم في قصه المهاجم مش عايزين نروح لها ثاني يعني. لكن في النهايه انت بقيت بتحاول تعوض ده بالكثافه الهجوميه اللي موجوده داخل المنطقه، في اي كادر هيتاخد لونج شوف عرض الملعب هتلاقي انه في على الاقل من خمس لست لاعبين من النادي الاهلي في الحاله الهجوميه. ليه؟ دايما النادي الاهلي كان سهل قوي بيتقفل عليه حتى وانت بافضل حالاتك مع اي مدير فني، دايما في اخر خمس ست سنين بيتعرف انه الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي هي الجبهه المميزه، علي معلول وقدامه اي جناح ايا كان مين الجناح، احمد عبد القادر او طاهر لما كان بيلعب على الجناح الشمال، او اي لاعب بيلعب في الجبهه اليسرى، فدايما الجبهه اليسرى. انت خلقت جبهه يمنى دلوقتي بقت بتشتغل بنفس البالانس، فما بقاش حد قادر يقفل عليك، لانك هتقفل على الجبهه اليمنى هتخش في اليسرى، هتبتدي تشتغل من على الجبهه اليسرى. ورجعنا كمان يا دكتور، رجعنا تاني لمنطق لقصه يعني لو رجع الهدف بص بص الكات نفس الكات 6 7 على طول 6 7 جوه بالظبط. حمدي على حمدي بالظبط، هي دي بقى، هي دي اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. رجعنا تاني لتواجد الديفندر واحد، يعني حمدي المفروض على الورق بيلعب 6 بالظبط كده. يعني لو رجعنا لكره الهدف الاول في الكره العرضيه
عملها كهربا. لو كهربا ما عملهاش بالعرض لعبد القادر كان حمدي موجود. حمدي واقف اه يعني حمدي بص في الكره استاذ احمد كهربا بص التكمله بتاعت حمدي. حمدي داخل رقم 6 داخل لحد فين. احنا النقطه دي كانت غايبه عننا بقالها فتره طبعًا كبيره جدا طبعًا. رجعت تاني يعني يمكن ده حمدي في كره الهدف الاول كمان في كره الهدف الثاني حمدي عمل نفس التكمله وكافئه طبعا نفس البوزيشن بالظبط نفس البوزيشن وقدر يسجل. فدي نقطه زي ما قال الدكتور كده نقطه من النقاط اللي الجديده او اللي بالظبط كده. ده شغل ده شغل مدير فني يعني وجود حمدي في المنطقه دي للمره الثانيه على التوالي. ارجع عايز ارجع للسؤال تاني ماشي. تراهن تبدا بالثلاثي اللي يعني بشروط. اللي قدم مباراه كبيره بشروط. جدا في سموحه بشروط واحد حسين الشحات مع اعتراف التام بموهبه كريستو ما ينفعش في الحاله اللي عليها حسين ما ينفعش يطلع من الملعب. تمام حسين لازم يبقى موجود حتى مع عوده طاهر اللي هو عنده بريفيليج كبير عند كولر. الكولر بيحب طاهر محمد طاهر مش حبه لا مش حب شخصي حب فني كبير جدا. ليه طاهر بيعمل له دورين مهمين بيعمل الزياده والتكمله جوه ال 18 وبيرجع يعمل الواجبات التكتيكيه ويعمل اوف لايننج ويقفل مع الظهير اللي وراه. النقطه الاهم ان طاهر محمد طاهر واشتغل مع كولر في الجناح الايمن لكن هو مركزه الاساسي جناح ايسر. فانت هنا هتراهن هو ده الرهان في وجهه نظري. في كولر قدام رهانين الشحات حاجز مكانه في رهانين قدام الراجل. الرهان الاولاني هل تودي طاهر الناحيه الثانيه وتحط احمد عبد القادر على البنش تستفيد بيه بوقت من اوقات المباراه استفاده من الشغل والجهد اللي بيعمله طاهر عشان تقفل الجبهه اليمنى بتاعه الزمالك اللي فيها زيزو. ده حل من ضمن الحلول لان علي معلول لعيب مميز جدا هجوميا لكن يبدو اوقات كتير بقى عنده مساحات. فالمساحات دي مين اللي يقدر يرجع معاه ويعمل فلاينج؟ طاهر مش احمد عبد القادر. فوارد ده التشالنج الاولاني. التشالنج الثاني الحاله اللي عليها كهربا وهنا ده الشرط الاهم. كهربا لو هيقدر هو نفسه أدرى بنفسه يقدر يتحكم في ردود افعاله في مباراه ديربي فيها ضغوط كبيره جدا جدا في ظل ازمه تخص اللاعب نفسه متحكم في اعصابه وردود افعاله وقادر يشتغل طبعا بلا شك استغلالا للحاله الجيده اللي بدا بيها كهربا يبقى موجود زمان. لكن اذا كان واثق 100% عشان ما بيوصي الجيم على فرقتك تمام 100% انت لاعب نازل تلعب كوره بس لا ليك علاقه بهتافات موسيقى وده وارد جدا يبقى موجود من بدايه المباراه ولا ليك علاقه بضغوط جماهيريه ولا ليك علاقه بقيت الف السوشيال ميديا. انت نازل مركز في الوقت اللي هتلعبه فقط لا غير. دول الشرطين المهمين قدام كولر اللي اكيد هيفكر فيهم كتير جدا قبل المباراه. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في كل النقاط دي بشكل واضح وصريح طبعا والاهلي مدرسه في الحته دي تحديدا 100%. طيب الزمالك يا بلال ايه اهم ازاي شايف تقييمك لحاله الفريق اهم نقاط ضعف اللي ممكن تشتغل عليها في مباراه يوم السبت؟ طبعا نقاط ضعف نادي الزمالك واضحه في المباريات الاخيره يعني يمكن في مباراه اسوان يعني نص ملعب نادي الزمالك عنده ثلاثه بيلعب الراجل بيلعب بحاجه غريبه جدا بيلعب باثنين رقم 6 وواحد رقم 8 هو اصلا مش رقم 8 اللي هو امام عاشور وبيلعب بدونجا 6 وعمرو السيسي 6. خروج الكوره من اللعيبه زي عمرو السيسي ودونجا في وسط الملعب بيبقى ضعيف جدا. فانت احنا كنادي اهلي عناصر النادي الاهلي في نص الملعب اللي هتقدر تمتلك الكوره سواء اليو ديانج او السوليه ان شاء الله في حاله مشاركته او حتى مروان عطيه كورتهم اعلى بكتير من كوره نادي الزمالك. فانا لو قدرت اسيطر على نص الملعب واستفاد من الميس باص اللي بيعمله لعيبه نادي الزمالك زي ما استفدنا في مباراه السوبر من الميس باص اللي عمله زكريا الوردي وقدرنا نسجل كذلك نفس الحال على الاثنين الثنائي ارتكاز نادي الزمالك. الخطوط الخلفيه عند نادي الزمالك مش احسن حاجه طبعا. حسام عبد المجيد لسه لاعب شاب لسه لاعب صغير شفنا ازاي نادي الزمالك اتضرب متميز الحقيقه هو يعني متميز جدا في الكرات الثابته يعني متميز جدا في الكرات الثابته والكرات العاليه كمان ولكن ارتكاز لاعبي نادي الزمالك داخل منطقه الجزاء عندهم سرحان سواء محمد عبد الغني او حسام عبد المجيد وطرفين الملعب احنا شفنا الراجل دفع بحمزه المسلوسي كظهير ايسر وهو بيلعب مش في مركزه. فشفنا دفاع نادي الزمالك اتضرب رغم النقص العدد البيراميدز اتضرب في كره الهدف بتاع الكارتي بطريقه ساذجه جدا. فانت تقدر كنادي اهلي مع التحركات والمهاره اللي عند احمد عبد القادر او سواء كمان طاهر محمد طاهر ومن الناحيه الثانيه حسين الشحات والحاله اللي هو عليها بقى له كام مباراه لا انا اقدر استغل نقاط ضعف في ظاهري الجنب عند نادي الزمالك ونص ملعب نادي الزمالك. نقاط القوه في نادي الزمالك ابرزها طبعا على الاطلاق هو احمد سيد زيزو. لو قدرنا زي ما دكتور محمد قال لو قدرنا نقفل على احمد سيد زيزو وما ندلوش المساحه يعني زيزو دايما بيحب يستلم في مساحه عشان يبقى عنده مساحه الرؤيه سواء هيصوب او يعمل الكروسات اللي هو مميز فيها جدا. وامام عاشور ده النقطه الثانيه نقطه القوه المميزه جدا عند نادي الزمالك تصويبات امام عاشور واللونج باص اللي بيعمله في ظهر المدافعين الاثنين دول لو قدرنا نقفل عليهم كويس جدا ونتحكم في او نضيق عليهم المساحات هنقدر يبقى لينا الغلبه على ارض الملعب. واجهه جوزوالدو فيريرا ومارسيل كولر كلاكات تاني مره الاثنين واجهوا بعض قبل كده في مباراه السوبر الاثنين اكيد طبعا هيذاكروا ويتفرجوا على ماتشات
الأخيرة، يعني كولر هيبص على ماتشات الزمالك الأخيرة اللي تعثر فيها بقى، ماتش داخلية وماتش أسوان وماتش بيراميدز، وأكيد طبعا فيرير هيذاكر ماتشات الأهلي الأخرانية. شايف المواجهة إزاي المرة دي، ومين خايف من مين أكتر يا دكتور محمد؟ مين عامل حساب أكتر للتاني، والمواجهة أصعب بالنسبة لمين؟ الحاله اللي عليها نادي الزمالك انا مبسوط جدا ان هم عرضوا، لان انا لسه كنت هطلب الجون الثاني. يعني يعرضونا الجون الثاني واحنا بنتكلم، الجون الثاني بتاع السوبر بتاع كريم فؤاد. لانه نفس الخطا في مباراه بيراميدز من الزاويه العكسيه، التغطيه العكسيه سيئه جدا في نادي الزمالك، نفس الخطا كابي بيست، نفس اللي حصل في مباراه بيراميدز والدخول بتاع وليد الكارت من ناحيه اليسرى كان هو بتاع كريم فؤاد. فالتغطيه العكسيه في الحالتين سيئه جدا، التغطيه العكسيه من الظهيرين سيئه جدا، سواء لعبوا بخمسه عنده مشكله اطراف الزمالك، ده الزمالك عنده مشاكل كتير جدا فنيه. وخليني اقول لك، بما سالت سؤال على جوسوالدو فيريرا، سياره فيريرا ترجع الى الخلف منذ فتره. ما حدش بيقول ده بنقول والله يعني بنقول بنقول يعني خلينا نتفق على حاجه، موسيماني في عز ما هو بيكسب وبيجيب القاب وبطولات كان السكاكين شغاله طول النهار صبح وليل. الراجل انا مش قصتي خالص، بس انا مستغرب من التعامل معاه، لانه الراجل خسر سوبر مصري والله هوجمنا يعني لما اتكلمنا على ده، خسر سوبر مصري مع قدام الاهلي، خرج من بطوله الكاس متعسر ومترنح في بطوله الدوري، مش حد بيتكلم. لا هو الازمه كمان البروف عنده حصان. الازمه الفنيه اللي عند فيريرا هي مش بس ازمه نتائج، حتى وفيريرا بيكسب كان عنده مشاكل فنيه كبيره جدا. الزمالك هو بيلعب في لامبو المنافس المغمور الضعيف جدا في دور في بطوله افريقيا، في بدايه مشوار النادي الزمالك في بطوله افريقيا، الزمالك بيطرح عليه بخمس انفرادات في مباراه واحده في القاهره بنفس الطريقه، ضرب ما بين في السبيس اللي ما بين الظهير قلب الدفاع وما بين الظهير الايسر وقلب الدفاع وما بين الظهير الايمن خمس مرات، وتم التسجيل من نفس الطريقه والراجل قاعد بيتفرج. مره واثنين وثلاثه تغيير التشكيل، واللعب 4-3-3 شويه و3-4-3 شويه، الاسراء على نقل احمد مصطفى زيدو من ناحيه اليمين لناحيه الشمال وتغيير مكانه، الاعتماد على عمرو السيسي كلاعب دبل 8 يطلع من مكانه اللي هو لعيب 6 اساسا، يطلع هو اللي يستلم الكره ويطلب الكره فما بيعرفش يتصرف فيها، فانا مزود لعيب في وسط الملعب بدون ملعب. ده لما لاعب باشيكو اللي جاي بقاله 5 ايام ولا اسبوع مع نادي بيراميدز ولعبه بالشكل ده، ويتحكم باشيكو اللي بيلعب 10 لاعبين من الدقيقه 12 بالمباراه بالشكل ده، ويعمل لي تغييره بمنتهى البساطه، يحط تشكيله قلت طاهر محمد طاهر، يحط لي كريم حافظ الغير جاهز بدنيا ولا فنيا، وراجل بقاله كتير جدا ما بيلعبش ووزنه زايد، ويتحط قدام محمد حمدي فيشلني تماما، ما عنديش اي حل غير احمد زيزو، فتقفل جبهته فاضطر انقل زيزو، فزيزو طبيعي من غير رقابه من الناحيه الثانيه بيقل، فانا فقدت كل السيطره على الفريق. لا سياره فيريرا ترجع على طبعا بشكل اكتساح مش تفوق، لما العب ب 10 لاعبين فرقتين كبار يلعبوا قدام بعض 10 لاعبين تقريبا من بدايه المباراه، بتكلم دي 11 كاني داخل المباراه متاخر بهدف وخسران لعيب، وباشيكو يقدر في النهايه. لا طبعا التفوق طيب باشيكو على فريق. انا عشان وقتي يهمني اكتر اروح لافريقيا اكتر من العالمي، وهاجل موضوع الميركاتو ده يعني الوقت تاني، بس يهمني كمان نعدي عشان عودنا ناس في كل اربع وعدناهم ان احنا هنتابع اخبار الهلال السوداني والقطن الكاميروني وسان داونز عملوا ايه كل اسبوع، فخلينا نبتدي بملف الافريقي ونشوف تمام. البدايه نبتدي، تحب نبتدي منين يا بلال؟ يعني سان داونز نبتدي بالمنافس ولا ايه؟ نبتدي بالهلال السوداني اللي دعم الهلال صفقات بالظبط، دعم صفوفه بثلاث لاعبين مميزين جدا، دعم في خط يعني يمكن دعم في خط الدفاع ودعم كمان في مركز الجناح ومركز المهاجم، وتدعيماته طبعا هدفها هو رجع احنا بندعم وهدفنا كاس العالم، الهلال بيدعم وهدفه تذكره التاهل في بطوله دوري الابطال بالظبط. يعني يمكن الهلال السوداني زي ما قلنا في حلقه قبل كده ان هو عنده حجم استثمارات وعنده ميزانيه معقوله جدا في جلب صفقات وراتب مدير فني، الموضوع اختلف عن قبل كده. الهلال ناوي ان هو يزاحم الاهلي وصن داونز على عكس المتوقع، زي ما كل الناس قالت ان الاهلي وصن داونز فرصهم الاعلى، لا الهلال ناوي يفاجئ الاهلي فنيا ويفاجئ صن داونز، يقول لي لا انا كمان ازاحم على مقعد لصداره. دعم صفوفه بثلاث لاعبين مميزين جدا، دعم في خط الدفاع ومركز الجناح ومركز المهاجم، ثلاث لاعبين كويسين جدا، عوده ابرزهم عوده عماد الصيني زي ما بيطلق عليه اللي كان في المريخ. هو كان لاعب سابق في الهلال السوداني وبعد كده انتقل للمريخ، فسخ عقده مع المريخ السوداني وعاد مره اخرى، وجمهور الهلال سعيد جدا بعوده عماد الصيني لصفوف نادي الهلال، وبيراهن عليه ان هو يقدر يغير ويضيف للشكل الهجومي ده بالنسبه للهلال السوداني. نروح لسان داونز دكتور محمد، تعقيب في 30 ثانيه على الهلال. الهلال السوداني هو بيراهن انه يكون الحصان الاسود في البطوله، ميزانيه كبيره 6 مليون دولار حتى يعني الآن. يعني نسخه الهلال اللي هنشوفها السنه دي غير نسخه خالص في وجود محمد عبد الرحمن
نجم الكرة السودانية طبعا لازال موجود، لكن تعاقده دلوقتي بنتكلم على عدد المحترفين وصلوا الى 6 محترفين جوه الفرقة، منهم لعيبة جيدة جدا، عندهم ليبولو مهاجم كنغولي قوي جدا، عندهم سنجوني لعيب في وسط الملعب مهاجم من كوتيفوار، عندهم بيدرو جايبينهم بيدرو اتليكو مدافع مميز اللي لعب قدام الزمالك قبل كده في مباراتي القاهرة وانجولا. الله الله ده ايه ده ليبولو يعني كمان ليبولو الفرود اللي قال عليه دكتور محمد مع نفس جنسية المدير الفني، وفي بينهم زي كده مكان موسيماني يعني هو جاي اصلا علشان يتعامل مع ودي النقطه الاهم بقى فلوران ابينجي. فلوران ابينجي المدير الفني الكونغولي لفرقه الهلال السوداني، هو المدير الفني السابق لفيتا كلوب اللي قدر يصعد معاهم لسيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، رغم ان فريق فيتا كلوب يبدو فريق مغمور مش فريق كبير فيما لما نتكلم على فرق افريقيا يعني. اثنين راح مع نهضه بركان خد معاهم الكونفدراليه، فرايحين جايبين مدير فني خبير في التجمع اللي كان فيه افضل 11 مدرب من افريقيا واللي كان حاضر موسيماني وخد فيه الكاف اي برو اي اللي هي الرخصه الاخيره اللي خدها موسيماني اللي كانت في المغرب، وكان معاه وليد الرجراجي بالمناسبه، كان معاهم فلوران ابينكي مدير فني كبير الهلال منافس شرس جدا جدا جدا. سان داونز بقى ركز 30 ثانيه، سان داونز في 30 ثانيه 30 ثانيه اتعاقدوا مع مارسيلو أليندي، ده اكبر صفقه هم اتعاقدوا معاها 2 مليون يورو. مارسيلو أليندي ده لعيب وسط ملعب مهاجم من تشيلي، لعيب كويس قوي مع جنسيه بيروفيه كمان. هم حابين قوي امريكا اللاتينيه، هم بيعملوا تجارب كتير مش كلها بتنجح. طبعا احنا بيظهر لنا منها اللي بينجح والفرقه زي ما هي يعني. عندهم لعيب اسمه مانياما لعيب كويس قوي بيلعب في منتخب جنوب افريقيا، ده جنوب افريقي جنب مارسيلو أليندي. هم محتفظين بكل العناصر القديمه زي ما هي وجابوا ابرز صفقاتهم، عملوا اكتر من صفقه لكن ابرز صفقاتهم مارسيلو أليندي 2 مليون يورو، رقم كبير جدا ما كانش بيدفعه سان داونز قبل كده. نهايه تصريحات المدير رئيس النادي لو بالمناسبه نجل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي قال احنا عارفين ان احنا بنقدم كره جميله وممتعه في كل سنه، المره دي احنا مش فارق معانا ان احنا نقدم كره ممتعه على اننا ناخد بطوله، يجب ان نتحلى بمزيد من الشراسه. دي تصريحاته تعقيبا على قرعه دوري ابطال افريقيا. عايز اقول حاجه على سان داونز ولا لا احنا زي ما الدكتور قال كده مش عايزين عشان ما ناخدش وقت الحلقه لو نروح للقطن. بالظبط القطن الكاميروني يمكن هو على الورق اقل المنافسين حظوظا في خطف بطاقه الصعود، ولكن ليه من كل الفرق اكيد كل الاحترام، لان وارد جدا ان فريق مش في الحسبان يضيع منك على الاقل. يعني دايما هو الفصول البايخه بتيجي من الفرق اللي بره الحسبان، فلا القطن الكاميروني زي ما قلنا قبل كده هو هو حد كان متوقع مثلا سيمبا يعمل الكلام اللي عمله في المواسم الاخيره في الدوري، ملعبهم صعب قوي، ملعب جروه، ملعب صعب جدا، الملعب نفسه ملعب متعب حتى لو ما عندهمش لعيبه، الملعب صعب جدا وممكن يبقى مطب يعني طبعًا. مطب ياثر على المنافسه اللي ممكن تبقى موجوده بين الهلال وسان داونز، يبقى يرجح فريق عن فريق بطريقه غير مباشره طبعا من خلال المباريات اللي هتلعب هناك، خاصه زي ما قال دكتور محمد في ملعب جرو، ملعب صعب جدا واجواءه وارضيته كمان مش سهل انك تروح تخرج من هناك بالثلاث نقاط. طيب نروح معانا وقت ممكن نعدي سريعا جدا على اقول بس حاجه على القطن الكاميروني لو هم عملوا تعاقدين في خط الهجوم. هم فريق مش غني فعملوا تعاقدين، يمكن اشهر التعاقدات اللي عملوها داوودا كاميلو، ده لعيب من النيجر لعب قدامنا قدام منتخب مصر، والنيجر وسجل في شباك منتخب مصر، كان لعيب كبير في السن 35 سنه حتى ناس كتير يعني بتسال هو لسه بيلعب يعني لسه بيلعب 35 سنه. فداوودا كاميلو كان اشهر لاعب في القطن الكاميروني، وهم بيراهنوا على ان هم ياخدوا نقاط زي ما بلال كان بيتكلم كده انه صعب انك تخرج هناك بثلاث نقاط، وهم بيراهنوا ان المجموعه صعبه جدا عليهم لكن احنا قادرين ان احنا يعني نشاكس كده مع الثلاث فرق من خلال اللعب في ملعب جروه او الثلاث مرات اللي على الارض. طيب اروح للعالمي، سؤال بس الاهم، امبابي في ريال مدريد ولا قصه اشاعات وحوارات ولن تتحقق على الاقل في الميركاتو؟ لا على الاقل في الميركاتو الحالي صعب طبعا، يعني صعب خاصه كمان ان احنا شايفين باريس سان جيرمان بيسعى لتجديد. انا بتكلم بس على خلفيه الكلاسيكو بالظبط يعني بالظبط. لا هو ريال مدريد طبعا للاسف في الكلاسيكو كان بدون حلول تماما، يعني كمان فينيسيوس مدريدي ولا ايه يا دكتور؟ ولا مدريدي ولا برشلوني، بس بميل شويه لبرشلونه يعني. لا في اسبانيا برشلونه على طول بميل لبرشلونه شويه. لا لا انا اللي مدريدي وانا اللي عشان كده الان اشرب اتصدمت حقيقه. ليه ده الطبيعي؟ لا ريال مدريد من بعد كاس العالم، لا هو مش العادي، هو اخر كام سنه خاصه بعد رحيل ميسي ما كانش ده العادي. ولكن طبعا ريال مدريد لا دي كبوه بس كبوه ميسي. لا هو برشلونه واضح ان هم السنه دي مركزين جدا، يمكن بالظبط يعني يمكن ريال مدريد بيتراجع في النتائج في على مستوى الليجا، خسر بطوله السوبر، دوري ابطال اوروبا بالمجموعه الحاليه، يعني رغم ان هم كانوا بادئين كويس قوي وكان الكل بيراهن على اللعيبه الشابه زي تشاوميني
وفينيسيوس ورودريجو وكل اللعيبه ديت، ولكن للاسف ريال مدريد ظهر امام برشلونه بدون بدري حلول. بدري وجابي في حته تانية. لا ده في حته ثالثه، دول بجد يعني نص ملعب يعني لاماسيا يا باشا بالظبط، وتشابي وانيستا الجداد بيكافئوا بقى برشلونه ان هم يعني اتكشف قوي الفرق الواضح خاصه في معدل الاعمار ما بين ثنائيه لوكا مودريتش وتوني كروس امام بدري وجابي. لا الشباب والمهاره لا خاصه في كره الجون الثالث مش ممكن يعني بصراحه. اهم الصفقات المنتظره دكتور محمد في الميركاتو، يمكن كل الانديه بتحاول لسه ما فيش الميركاتو ده خامل جدا جدا يعني ما فيش انتقالات كبيره بتتنقل من هنا، ودايما الميركاتو الشتاء بيبقى صعب جدا يعني اقل من الصيف بكتير. لكن في انديه مش هتخرج من الميركاتو كده، ريال مدريد من الانديه اللي مستهدف انه لازم يطلع من الميركاتو بصفقتين على الاقل في المراكز اللي محتاجه لدعم، يعني هو عنده مشكله في مركز المهاجم، مين اللي هيشتغل مع بنزيما؟ بنزيما لما بيصاب او يتم ايقافه او اي مشكله عند بنزيما هجوم ريال مدريد عنده مشكله كبيره، لانه بيبتدي يسكن لعيبه من الاجنحه او من وسط الملعب يحطهم في مركز المهاجم. فريال مدريد مركز جدا يتعاقب مع مهاجم على الاقل يكون مهاجم بديل لكريم بنزيما في الانتقالات الحاليه. ليفربول كمان مركز بعد ما جاب جاكبو، مركز ان هو يجيب لعيب في وسط الملعب لان عنده مشكله واضحه تماما من بدايه الموسم. دخل ميركاتو جاب ارثر ميلو لعيب مصاب بقاله 5 سنين ما اعرفش كان تعاقد لازمته ايه يعني، لكن في النهايه ليفربول مأثر عليه تماما القوه بتاع وسط الملعب والصلابه وارتفاع معدلات العمار. لما يجي نتكلم على ميلنر او هندرسون لا عندهم مشاكل كتير، فهم هيتعاقدوا مع لعيب في وسط الملعب مترجتين اكتر من حد، لكن ما اعرفش هيحاول يجيبه. حتى تياجو الكانتارا برده الحقيقه تقدموا في السن، محتاج يجدد في حد مع تياجو الكره عليه على استفهام. انا اكتفي بالجزء ده ومع وعد الحقيقه يمكن عشان وجود الديربي يوم السبت دي اخر حلقه السادسه قبل ماتش الاهلي والزمالك، كان مهم اكتر نتكلم على الاهلي والزمالك، بس اوعدكم الاربع اللي جاي هنتابع معاكم كل تفاصيل الكره العالميه وهيكونين وقفات مع الدوري الانجليزي واللي بيحصل فيه والكراسي الموسيقيه وتفوق الارسنال وتراجع ليفربول وتشيلسي، وكل ده يكون معانا في حلقه الاربع اللي جاي في السادسه. بشكر ضيوفي دكتور محمد جمال، بلال محسن، شرفتونا ونورتونا. شكرا لكم. اشكرك ان شاء الله باذن الله يوم السبت كده كلنا نحتفل بفوز النادي الاهلي على النادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا دكتور. اشكرك يا زحمه. شكرا ليك. شكرا لبلال. شكرا لكم على المتابعه. تحياتي لكم وان شاء الله على كل خير نتقابل في حلقه جديده من السادسه.